طب تعالوا ننزل الشارع نشوف رأي الناس ستات ورجالة ونرجع نكمل كلام. توكسيك يعني علاقة سامة، يعني بتأذي الطرف الآخر، يعني بتضايقه، يعني مش بتسيب له مساحة من الحرية. توكسيك ده بيبقى الشخص المؤذي في أي علاقة عامة. هو في ناس كده هما بيحبوا يبقوا متسلطين. علاقة خطر، علاقة خطر، لأن هتجيبك ورا، هتخليك شبهه لو اتعاملت معاه كتير أو كملت معاه، فاهمني؟ أنا من الشخصيات اللي ببعد عن أي حاجة توكسيك، لأن فعلا أعصابي مش بتستحمل. أنا بحب إن الصداقة أو أي علاقة تمشي بطريقة سموث جدا، فلما بلاقي العلاقة فيها أي تعب أو كده ببعد بصراحة. الشخصية التوكسيك دي زي الإنسان اللي بتقابله، اللي هو بيكون هي بمعنى سام، بس سام ديت أنا نعمل زوم أكتر، إن زي الإنسان المتطفل، الإنسان الديني، الإنسان الغبي، وده أكتر حاجة ممكن أي حد يكرهها كده يعني. ده هو ده بالنسبة لي الشخصية التوكسيك، إن أنا ما بتمناش خالص إن أنا أتعامل معاه أصلا. يعني الشخصية التوكسيك هي الشخصية المسممة أو الشخصية المريضة نفسيا، اللي هي بتعمل مشاكل في التعامل مع غيرها من الشخصيات، بتعمل حاجات مؤذية زي الكذب مثلا، زي انها تبقى عندها ميستيكس وبتوقعها في على اللي غيرها. بالنسبة لي اي شخصية بتفكر في نفسها وبس، او بتفكر في ان هي بتعمل كل حاجة بشكل صح، بس هي اكشلي بتأذي ناس تانية حواليها من غير ما تعرف. لا، ما حدش بيقول عليها توكسيك، انا شخصيتي مش توكسيك اصلا، يعني ما بحسش ان انا متحكمة او ان انا بحب افرض رأيي على حد خالص. انا مش توكسيك، لا مش عارف افيدك في الموضوع ده للأسف، لان انا نفسي توكسيك اصلا. انا باخد بالي في تعاملي مع الناس، يعني انا ببقى اخده بالي كويس قوي، بعدين انا زي ما باخد زي ما بدي، فانا ليه هبقى توكسيك؟ مريت قبل كده بعلاقه توكسيك، وكان تصرفي ان انا لازم انسحب دلوقتي حالا، وهقول انا عايز انسحب عشان انت مشكلتك كذا كذا، انا هوضح المشكله. هو المفروض اللي بيمر بعلاقه توكسيك المفروض ان هو يعني ما يستناش يمشي، الا لو الشخص ده كان عنده نيه ان هو يتغير. لو بنت توكسيك عادي زي الولد التوكسيك كده كده، بتحاول كذا مره في الاول تفهمه ان اللي بيعمله ده غلط، لو مفيش استجابه يبقى سيبه وهو يتعلم الدرس لوحده. يا اما بتجنبهم لو هضطر ان انا اتعامل معاهم بصراحه، بعرفهم بقى قيمتهم، ما بسكت لهمش بصراحه. علاقه توكسيك مش هتنجح اكيد.